الحمد لله على السلامة. حج مبرور وذنوب كتير مغفورة بإذن الله. الله يسلمك يا عطا. يا مش قادر أقول لك على السفرية، فاتتك. يا ريتك كنت معانا. يا كان نفسي والله يا قبطان، أنت عارف، بس ما عنديش جلاليب بيضة بقى. أقصد يعني ادعوا لي يا جماعة بالهداية لسالي حبة. الواحد مش ضامن عمره يا أخ عطا. اللهم صل على النبي. رابعة العدوية معانا في العربية. يا قبطان ده. لا أنا من النهاردة ما اسميش قبطان، اسمي الحاج عزمي. الحاج عزمي راح، الحاج عزمي جه. هات إيدك يا ودي عطا. ها. إيه يا بوسة لا سمح الله. يا عم هات بس. امسك. إيه ده؟ ده مسك. هو ده بقى المسك؟ ريحته حلوة قوي بس طعمه مزز. ايه ده؟ ايه اللي انت شغلته ده يا عزمي؟ لا غير الاسطوانه دي وغسل الروس. على رايك يا حاج. يا مصطفى يا امام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. الحمد لله على السلامه يا اولاد. حج مبرور وذنب مغفور. الله يسلمك يا فايق. شكرا يا خالو. شفتوا وشكوا نور ازاي بزياره بيت الله؟ اخدتوا بركته وبركه المكان. امسكي يا حبيبتي شوية مسك من عند حبيبك رسول الله. الله 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 الله. نولها لي يا رب. أظن بودي طلع عينيكي. ها ده بودي ده حبيب قلب تبتاه ونناه وكله. ولا خالك ماله؟ لا شفت ولا هشوف رجالة بعد كده. ازاي؟ لا 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 لا، ده ورانا اللي عمرنا ما شفناه. وراكي ايه؟ ده عمل فينا عمايل تتحكي وتتقال. خلاص بقى. ابدا. خلاص بقى. ابدا. خلاص بقى. خيرك لازم يتقال. لا الراجل ده ايوه كان بيذاكر لابنك. بص علمه الرسم اهو. بص الولد كان بيعلمه الرسم ولا كان هو اللي بيرسم؟ حج مبرور وذنبي مغفور. جرى يا امهر؟ انت جاي تسفل هنا ولا ايه يا اخي؟ يا اخي حسوا بالمعاناه اللي انا فيها. انا بقالي كام يوم مش قادر ابص في وش اشجار مراتي، ده انا بستحمى هنا في المكتب. بمناسبه الحموم يا فندم فكرتني، انا جبت لحضرتك الشاور جيل اللي انت طلبته ببذور العنب البناتي زي ما حضرتك بتحب. شاور ايه وزفت ايه اللي انت جايبه ده دلوقتي يا اخي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انا عليا اقساط ولازم ادفعها، الفلوس دي لازم ترجع تاني. سياده اللواء انا عايز حضرتك تهدى وتطمن، انا توصلت المعلومه هتغير مسار القضيه تماما. انا شايف في انا معنويه. انا معنويه يا افندي؟ اي معلومه توصل لها انت اكون انا وصلت لها قبلك. يا امهر باشا ما احنا قاعدين من الصبح وحضرتك ما قلتش المعلومه. ما هو ما طلبش مني المعلومه. حسام ما تنساش نفسك، انت خيال مات. خلاص انا عايز اسمع ام المعلومه. اتفضل يا سيدي قول له ام المعلومه دي. انا خيال مات حضرتك مش هقول معلومه. ما هو الباشا شبط لازم تقول له المعلومه. خلاص اي حد يقول ام المعلومه قولها انت يا سيدي. التنظيم العصابي اللي احنا بندور عليه مكون من 5 افراد ومعاهم كلبهم.